حتى في الشوط الاول خلي بالك من لاعب مكابي لليبو. اللاعب ده حرفيا افضل لاعب، مش هبالغ لو قلت افضل لاعب في افريقيا في الوقت الحالي داخل القاره، لاعب مهم جدا. اللاعب ده تقدر تقول ان هو افضل لاعب في الهلال باي فار عن الباقيين في الهلال. اللاعب ده لاعب مميز بكل حاجه، سرعات، تسديد، عرضيات، ضربات راس، لعيب كامل متكامل. طيب انت مشكلتك في ايه؟ مشكلتك انك ما تسلمش نص الملعب الضغط، ضغط عالي، تضغط عالي، ولا نص الملعب ولا الدفاع يلعب له كور طويله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك تضغط من قدام. اقصى حاجه تخلي الهلال السوداني يعملها انه الحارس مرمى يلعب كوره ايد ورجل، غير كده لا. ما تسلمش مدافع بأريحية ولا نص ملعب بأريحية، لأن هم كلهم